والله هذا الإله العظيم مهما تعمقنا في رحمته ومغفرته لا نستطيع أن نتخيل مدى الرحمة التي ألزم الله نفسه بها. يكفي أنه قال ورحمتي وسعت كل شيء. الكون أيها الأحبة، المرئي وهو جزء صغير من الكون، الكون المرئي قطره أو نصف قطره عفوا، يعني المسافة إلى أبعد مجرة مرئية بالنسبة لنا 13 مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية هي 10 تريليون كيلومتر. أضرب 10 تريليون كيلومتر مضروب في 13 مليار سيعطيك 130 مليار تريليون كيلومتر. تصور، نحن الآن نستطيع أن نتخيل هذه المسافة ولكن بالأرقام. رحمة الله أوسع منها، ما رأيكم؟ ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك انظروا إلى هذه الآية التي أحببت أن أتوقف معكم حولها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كلمة قل هنا أيها الأحبة يريد الله عز وجل أن يوصل لك رسالة من خلال هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما تقرأ هذه الآية تتذكر رحمة النبي بكلمة قل، يعني قل يا محمد أبلغهم، أبلغ هؤلاء العباد هذه المعلومة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل الذين أخطأوا، لأن الإنسان قد يرتكب خطأ بسيط وينتهي، لا، أسرفوا. الإسراف أيها الأحبة هو المبالغة ومجاوزة كل الحدود، تجاوز الخطوط الحمراء. يعني الكبائر من الإسراف، الشرك من الإسراف، الإلحاد من الإسراف والظلم. حتى لو كنت ملحدا وارتكبت الزنا والفواحش والشذوذ الجنسي أحيانا وفعلت كل كبيرة وصغيرة، هذا هو الإسراف. هذا الإله يناديك أيها المسرف على نفسك، يا من تدعون أن هذا الإله يريد أن يعذب الناس ظلما، هو يناديك ويقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تيأسوا، لا تقنطوا. طيب ما الفرق أحبتي في الله؟ القنوط أحبتي في الله هو أقل درجات اليأس. لذلك كلمة لا تيأسوا كلمة كبيرة. الإنسان يبدأ يفقد الأمل شيئا فشيئا من رحمة الله، يبدأ بالقنوط بالطاء طبعا وليس بالتاء، لأن القنوط أي الخشوع لله، أما القنوط بالطاء هو أقل درجات اليأس. يعني أحيانا الإنسان ينتابه يأس بسيط يسمى قنوط. انظروا، يخاطب هذا الإنسان الذي ارتكب الفواحش وأخطأ كثيرا في حق الله وأسرف في الظلم والعدوان على الناس، على الرغم من ذلك يقول له إياك أن يمسك بعض اليأس، لا تقنطه، إياك أن تقنط ولو قليلا من رحمة الله. يجب أن تتذكر رحمة الله في كل موقف، حتى وأنت تعصي الله ينبغي أن تتذكر هذا الإله العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب ماذا بعد ذلك؟ هنا تأتي المفاجأة أحبتي في الله. إنسان يظن أن الله لا يغفر له إذا سرق أو زنى أو عق والديه أو فعل أي فعل آخر أو حتى ألحد، يظن أن الله لا يغفر له. الله هنا يصحح لك المعلومات، يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب التي تتخيلها والتي لا تتخيلها يغفرها الله. لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم.
غفور ورحيم. غفور قد يغفر الذنب ولكن يتركك وشأنك، لا، يغفر لك ويرحمك، يبدلك سيئاتك بالحسنات. أنت تعصي الله، أنت الآن تعصي الله وتكفر وتلحد وترتكب الفاحشة وأكلت أموال الناس في الباطل وأكلت مال الربا وشربت الخمر، على الرغم من ذلك الله يقول لك تعال، كل هذه الذنوب الله هو الذي يغفرها، والتوبة تكون بينك وبين الله عز وجل مباشرة، لا داعي لأن تذهب إلى فلان أو فلان أو مثل بعض الديانات، يعني هناك مجلس للتوبة أو الاعتراف أو كذا، لا يوجد هذا الكلام. التوبة تكون مباشرة بينك وبين الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا أحب أن أتوقف قليلا أيها الأحبة مع من يدعي أن هذا الكلام كلام بشر. أعطوني كتابا في الكون، أنا قرأت مئات ربما آلاف الكتب، هناك مليارات الكتب حول العالم، أعطوني كتاب فيه مثل هذا النداء، أعطوني كتاب واحد فيه مثل هذه الرحمة، لا يوجد أيها الأحبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك أيها الأحبة هذه الآية ينبغي علينا أن نتذكرها كلما أصابنا شيء من القنوط أو شيء من اليأس أو شيء من الحزن أو شيء من الخوف من المستقبل. ينبغي أن نتذكر هذه الآية أيها الأحبة ونحفظها، على فكرة الحفظ ضروري جدا أحبتي في الله، لا تقرأ هذه الآية وتمشي وتمر عليها، لا، اكتب هذه الآية، احفظها في قلبك، رددها قبل النوم، أي موقف يعترضك تذكر هذه الآية. كل مواقف حياتك هناك آيات تلخص لك هذه المواقف وتجد لك الحلول المناسبة لأي موقف، أي مشكلة لابد أن تجد آية تساعدك على حل هذه المشكلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة بالله عليكم، إذا كان هذا خطاب الله لمن أشرك وألحد وأسرف على نفسه وارتكب الموبقات وارتكب الفواحش وأخطأ في حق الله وفي حق عباد الله، إذا كان هذا خطاب الملك القادر الجبار يخاطبه ويقول له لا تقنط إن الله يغفر الذنوب جميعا، يخاطبه بهذه الرحمة، طب كيف نتصور خطاب الله لإنسان مؤمن يقول يا رب؟ كيف نتصور نظرة الله إلى من يقول يا الله ويثق بالله ويؤمن بآيات الله ومنع نفسه عن الإسراف، منع نفسه عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن الفواحش؟ هذا الإنسان آمن بالله وبآياته ويعمل من أجل عباد الله، كيف يعامله الله بالله عليكم؟ إذا كانت هذه معاملة الله مع المسرفين، كيف يعامل عباده المؤمنين؟ لقد أعد لهم من النعيم. ولكن أيها الأحبة الدنيا دار بلاء، الإنسان عجول يريد بسرعة يريد الخير وهو لا يدري أن هذا شر له. الدنيا دار بلاء، كلما أحبك الله ابتلاك أكثر ليقربك إليك، يريدك أن تدعوه، يريدك أن تلتجئ إليه سبحانه وتعالى، فيصيبك ببعض البلاء أو الاختبار، أنا أسميه اختبار الحقيقة، اختبار الرجوع إلى الله. لذلك أخي الحبيب إذا أصابك يأس أو قلة رزق أو خوف أو أقل درجات القنوط، ردد هذه الآية واحفظها واكتبها وتذكرها دائما، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.